وبدايتنا اليوم من أعمدة الرأي بزاوية شهادة لله للكاتب الهندي عز الدين بأخيرة صحيفة المجهر بعنوان على بريد رجرجة العرب. يبتدر عز الدين زاويته بأن السودان باتجاهه الصحيح نحو روسيا وتركيا يبحث عن مصالحه الاستراتيجية مثلما تفعل كثير من الدول الشقيقة والصديقة من حولنا بعقدها الاتفاقيات العسكرية والاقتصادية. ويذهب الكاتب إلى أنه ليس من حق أي دولة أيا كانت أن تعترض أو تتحفظ على علاقات السودان الخارجية أو خياراته في التحالفات العسكرية والمواقف السياسية والدبلوماسية، ويقول فليسعد من يسعد وليغضب من يغضب كما قال وزير خارجيتنا البروف غندور. ويمضي الهندي إلى أنه إن كانت هناك دولة أرسلت قواتها لتحارب في دارفور أو أرسلت قواتها لتحارب في دارفور أو في جنوب السودان قبل الانفصال بينما هناك عرب يتفرجون فليسترجعوا جندهم الصناديد وقادتهم المغاوير. ويضيف وإن كانت هناك دولة قد عاونتنا زمن الحصار الأمريكي المستمر فلتخبرنا عن دعمها السري لشعب السودان رغم أنوف اليانكيز. ويختتم الهندي زاويته بقوله ستحط البوارج والغواصات التركية والروسية على طول ساحلنا في البحر الأحمر وعلى امتداد مياهنا الإقليمية، ولا تراجع، شاء من شاء وأبى من أبى ومات من مات. ويضيف والذين يسيئون للسودان وشعبه الكريم إنما يسيئون لأنفسهم لأننا علمناهم علوم الحساب والطب والقانون والإدارة، أما أصحاب الحلاقيم الكبيرة في الإعلام المصري فإننا نخشى على حلاقيمهم من الانشراخ دون أن ينالوا شيئاً.